السلام عليكم الاخوان، كيف راكم؟ كلشي مزيان؟ الحلقه ديال اليوم ان شاء الله مهمه بزاف، اغلبيه كيسولوا عليها اشنا هما خويا الخضر المناسبه للببغاء وطيور الزينه اللي نقدموهم لهم، وكيفاش الطريقه اللي بغينا نعاودو نعطيوهم لهم. خصوصا هذه الحلقه هذه للناس اللي مربيين الببغاوات المنفرده او الببغاوات الكبيرات الحجم والمتوسطه الحجم نتاع الانتاج، او اللي مربي طيور الزينه الصغيره اللي هي الفيشر، البادجي، الكالوبسيت. الطريقه كيفاش غادي يعود يقدم لهم، خصوصا بالنسبه للفيشر والبادجي والكالوبسيت، الناس اللي مربينهم في الجماعات يمكن لهم يديروا بحال هكا، اما بالنسبه للناس الفردي ما يمكنش لك تعود تقدم لهم هذه الانواع كلها في بلاصه واحده، غادي يكون هي كيشتتوا هذاك الشيء، ما غاديش يكونوا كياكلوا. يعني هذه الحلقه هذه مخصصه للناس اللي مربين ليلفاج ديالهم في الجماعات، في جميع طيور الزينه من الفيشر، البيروش، الكالوبسيت والانواع كامله المتوسطه الحجم والكبيرات الحجم. الى داير جماعات يمكن لك تعطيهم بهذه الطريقه اللي غنوريك. الى كنتي داير الكوبلات نتاع الانتاج اللي هما جميع الببغاوات المتوسطه الحجم والكبيرات الحجم، حتى هما يمكن لك تقدم لهم بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه لي انا غادي نوريكم الطريقه اللي كندير مع الببغاوات، واغلبيه دروكا سخ الحال يعني هذه الطريقه هذه يوميا كنديرها معاهم. الميلونج اللي هو الميلونج ديالهم الرئيسي اللي كياكلوه ديما، هذاك ديما كيكون عندهم في المعرفه. وبالنسبه للخضر كنعطيهم مره في النهار، كل مره تخليطه، يعني هذا الشيء اللي غتشوفوا دابا هنا، مره اخرى كنعاود ندير لهم انواع اخرى، كل مره كنوع، يعني جميع انواع الخضر تقريبا كنعطيهم لهم، وحتى الفواكه تقريبا اغلبيه كنقدمهم لهم، عاد الحريقه، عاد الفصه، عاد الانواع الاخرى حتى هما راه كنجيبهم لهم مره مره. اليوم غادي نشوفوا واحد الانواع، حيت اغلب الناس يقولنا كنبيو نعطيو الخضره ما تنعرفوش اشنا هما النواع اللي مزيانين ليها، تبعوا معايا اليوم غادي تشوفوا الطريقه. وبالنسبه دابا سخون الحال، راه انا بالنسبه ليا كنعطي الببغاوات يوميا، خصوصا ببغاء اللوري، ها هو الطبق ديالو غادي نصايبوه، يعني هذا الطبق هذا جوج مرات في النهار كنصايبو لهم، جوج مرات في النهار كنبقى نبدل لهم هذا بالنسبه للوري، الببغاء اللوري. اما بالنسبه للببغاوات الاخرى كنعطيهم طبيصيل، طبيصيل صغيور لكل واحد كندورو عليهم في القفصه نتاعهم، تيكون مخلط من جميع الانواع، تياكلوا من واحد ساعات المكانه، وكنجي كنجمع داكشي اللي طاح في الارض وداكشي اللي شاط لهم كله كنحيدو، وكنخلي لهم الميلونج هو النهار كله تيبقى عندهم. وراه في هذه الحراره هذه كنستمر معاهم انا يوميا بهكا، هي ما كنبقاش نداوم لهم نوع واحد، كل مره كنعطيهم نوع جديد. لذلك باش ما نطولش عليكم الحلقه، تبعوا معايا تشوفوا الطريقه كيفاش كنصايبوا، حيت اغلبيه كاين اللي كيشد الخضره بحال هكا وكيشد الحكاكه وتيحكها لهم وداك الشيء. بالنسبه للببغاوات ولا حتى البيروش ولا حتى الفيشر، راه ما تيبغيوهاش محكوكه، راه انا البيروش والفيشر جماعه كنعطيها لهم هكا كامله وكتكلا كامله. لذلك الطريقه باش تعودوا تقرضوا لهم، ها كيفاش تعودوا تخلطوا لهم، انا غادي نصايب واحد طبق ليها الببغاوات ماكس وجوليا، وهذا الطبق هذا غادي نصايبو اللوري، غادي تشوفوا الطريقه كيفاش كنخدم مع اللوري، وخصوصا اللوري يوميا كندير معانا هذا الشيء. ابار الميلونج اللي كيكون داك الميلونج مزيان، يعني اللي كيكونوا فيه جميع انواع اللي فروي، هذاك ديما كيكون عنده في المعرفه نتاعو، عاد الطبق هذا جوج مرات في النهار حيت دغيا كيوسخوا. تبعوا معايا تشوفوا الطريقه. هاد بحال هادو كتشدوهم كتغسلوهم مزيان كيف وريتكم، وكتجي كتخشيوهم في واحد السطيله نتاع الماء عامره بالماء، وكتديروا فيها خل نتاع التفاح طبيعي، وكتخليهم مرقدين فيه واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه، عاد كتجبدوهم كتسقطروهم مزيان، عاد ديك الساعه كتقدموهم لهم. انا هكا كنخليها، يعني حتى هادو ما كنحيدهمش، كلشي كنخلي النبته هكا كامله، كنجي كنلقاها تكلات كامله تبارك الله. هذه بالنسبه للطيور الجماعات. اما دابا انا كنصايب الطيور، كنصايب الجوليا وماكس هذاك الطبق، وكنصايب اللوري هذا الطبق هذا. اما بالنسبه للطيور الجماعات حتى هما الفيشر وكاملين والبيروش وكلشي، كنقدم لهم بنفس هذه الطريقه هذه اللي بغيتو تشوفوا في هذا، كنعمروا لهم كاملو وكنجي كنقدموا لهم.
ملاحظة مهمة بالنسبة للعلف، عودوا تحيدوها الإخوان، ما تخليوش العلف في أي فاكهة كيف ما كانت، يعني لقيتوا العلف عود ديما حيدوه. أما بالنسبة للقشور راه كنخليهم هكا، أنتوما كي تشوفوا كي تنقطع، حاول تأكد أنك ما خليتي حتى علفة، خصوصا العلف نتاع التفاح، حاول شويه تقرد التفاح وتجي تقدمو لهم بالعلف ديالك. بالنسبة للجلبانة الإخوان كتحاولوا تخليوها بقشرتها بحال هذا الشكل، بالنسبة للوري كنقسمها ليها هنايا بحال هكا ونحطها، والببغاوات الأخرى خليوها بقشورها راه هما تيقشروها لراسهم، واللوبيا حتى هي راه كتخليها بحال هكا، ما تقطعها ما تقرضها ما والو. عاد واحد الملاحظة مهمة هي السودانية الإخوان راه مهمة الببغاء اليابسة وحتى هذه التاي، أنا راه كنجيبها ليه بحال هكا، كنغسلهم مزيان بخل التفاح كلها هي الخضرة وكنعطيها لهم بحال هكا، يعني السودانية يعود مرة في السيمانة ولا مرة في 10 أيام ولا مرة في 15 يوم تكون داخلة مع الخضار ديالها، وحتى اللي كتكون في الميلونج راه مزيانة، اللي كتكون يابسة حتى هي مزيان تكون كاينة مع الميلونج، وزيد انت كاع شوية عود خلطو مع الميلونج. والفلفلة الحلوة راه في انواعها كاملهم، عود قدمها لهم مرة الصفراء مرة الحمراء مرة بجوج مرة الخضراء، المهم اللي لقيتي متوفر عود دير لهم. دابا الطبق نتاع اليوم راه ها هو ساليناه، هادو هما الانواع، الحلقة الجاية إن شاء الله نعاود نوريكم الأنواع الأخرى إن شاء الله كيفاش غادي نقدموهم. دابا هذا هو الطبق نتاع ماكس وجوليا، غادي نحطو ليهم. وملاحظة يعني أغلبية كيسمعوا مثال هذا هو الطبق نتاع ماكس وجوليا كيتصحابوا مثال بيت نحط ليهم هكا، راه كيبقى النهار كله حتى يجمع ليهم الناموس وحتى يتوسخ ويتكرفص، لا يعني كنحطو ليهم دروكا كيبقاو ياكلوا فيه واحد ساعة المكانة حتى كيشبعوا من هذا الشيء كله، كنعاود نهزو الا كان باقي بحال هذا الشيء هكا جديد ونقي كنشدو كنعاود نغسلو مزيان، كنشللو في خل نتاع التفاح وكنحطو الجماعات يا اما البيروش يا اما الفيشر، كنحط لهم طبق بحال هكا. الحاجه الزوينه اللي كتعجبني في الجماعات ماشي بحال الببغاوات الفرديين، تيبداو ياكلوا ويشتتوا، يعني كنخلي لهم ياكلوا واحد الساعه من موراها يوميا بحال هذا الشكل كندير معاهم. اما الجماعات كنجي كنحط لهم هذا الطبق بحال هذا الشكل هكا، كنغبر عليهم نهار، كنجي الغد ليه كنلقى اللهم بارك كل شيء سالا بقشورو، يعني لدرجه مثال الدلاح تيتكلى هكا ويتكلى قشورو، هاد الشيء هذا الجلبان اللي حتى كتكلى هي وكتكلى قشورها، يعني كل شيء هاد الشيء. كل مره شنو كنعطيهم، مره النعناع مره الفصه مره كنجيب الحريقه، المهم كل مره شنو كنعاود نزيدهم فوق من هاد الشيء هذا. لذلك الاغلبيه بيقولوا لي واه انت باش تحط هادي على قبل جوج ببغاوات غادي تزيعوها كامله، ملاحظه لا، حيت بغيت نحط لكم واحد المقطع خفيف في الاخر الحلقه، هذا الشيء هذا باقي كنوزعوا على معرفه معرفه من الببغاوات الكاسكو الاكولي كاملهم، كنعطيهم شوي 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 في المعرفات هادو، بالنسبه لدوك اللي كاينين ببغاء واحد في قفص بوحدو. اما بالنسبه عاوتاني للجماعات راه كنصايب لهم واحد جوج ولا ثلاثه قصريات بحال هكا، كل مجموعه كتحط لهم قصريتهم راه كتهنى منهم، يعني كتعرف بلاد الفيتامينات اللي عطيتيهم كاملهم تياكلوهم. واخيرا هذه هي النصيحه اللي كنصحكم بها، انه احسن فيتامينات ومنافع اللي تقدر تقدم للببغاء ديالك هو كتلقاه كامل في المواد الطبيعيه والغذاء الطبيعي والخضار والفواكه، هذا الشيء كله راه كتلقاه، زائد الميلونج حتى هو فيه جميع المنافع. اخيرا دابا سالينا الطبق، غادي نكملوا العمليه الاخرى اللي هو الطبق نتاع اللوري، كيفاش كنتعامل معاه؟ اول حاجه ملي كندير ليه هاد التخليطه بحال هاد الشكل هكا، شنو كنجي ندير؟ كنجيب العسل الحر، يعني بحال هاد الشكل كنعمر ديك الخضره كامله من الفوق، ها انتم بحال هاد الشكل،
من كنعمرها كاملة بالعسل الحر اش كنجي ندير يوميا يوميا كنقدم لهم التمر، حيت انا بالنسبه للوري مازال ما لقيتش اليوم ما اكلتهم، واصلا الا لقيتها ما غناخذهاش اليوم، حيت كيلو كيدير 280 درهم، يعني ما غناخذهاش اليوم نهائيا. لذلك ديما انا مستمر معاهم بهذه الطريقه، ومزيانه ليا وحسن ليا من ناخذ ذاك الكيلو. كناخذ التمر بحال هذا الشكل، كنغمسو في هذا هو ذاك المربى نتاع الحلبه، هانتوما الا عقلتوا عليه في ديك الحلقه اللي كنت حطيت لكم، راه اي مول عشب تلقاوه عنده ديال الحلبه. كنجي كنحطو بحال هكا واحد ثلاثه التمرات ولا اربعه كيف كتشوفوا، كنجي كنكب عليهم هذا المربى هذا توا واحد شويه. يوميا كندير هذه العمليه هذه يوميا مع اللوري، من فوقها الحلبه مستنبت، يعني كتخليها واحد 24 ساعه في الماء، من بعد كتجي كتحطها تفرشتها اليوم هكا. هذا بالنسبه للطبق ديال اللوري. واخيرا وهذه بالنسبه للوري راه ماشي يوميا، هذه كديرها جوج مرات في السيمانه، ميت الا درتيها نهار الاثنين كتمشي حتى الجمعه ولا السبت، عاد كتعاود ثاني تعاود ديرها، يعني المهم واحد جوج مرات في السيمانه كتفرقهم. كتجيب بيضه مسلوقه كتقسمها على جوج بحال هذا الشكل، كتخلي ليه النص بالقشور ديالو بكل شيء، كتحطهم الوسط بحال هكا صافي، النص الاخر كتعطيهم للاخرين. طبق دروكا ولا جاهز 100% الببغاء اللوري. وهكاك علاش انا نصحت اغلبيه العائلات واغلبيه الهوات حاولوا ما تشريوش هذا الببغاء، حيت راه صراحه من اخيب الببغاوات اللي ربيت هو هذا الببغاء اللوري، لان اول مشكل قلت لكم فيه هو معفون بزاف، يعني كتلقى مشكل في النظافه ديالو وفي البلاصه فين كيكون محطوط. ثاني مشكل هو هذا، يعني هذا خصك جوج مرات في النهار ديما تصايب ليه بحال هكا، يعني خصك يوميا جوج مرات في النهار يكون متوفر عندك خمسة ولا ستة ولا سبعة الأنواع مخلطة، ضروري يوميا تكون عندك الخضار والفواكه اللي تبقى كتقرض ليه وتحط ليه. وكاينين شي حوايج فيهم اللي خصهم ضروري يكونوا يوميا، اللي هما الخس واللي هو التمر واللي هو العسل واللي هو المايز، هادو ضروري خصهم يكونوا يوميا عنده. عاد خصك تعود تخلط ليه الفواكه والخضار كل مره تحط ليه حاجه في الشكل. هذه هي القضيه كنقول لكم صعيبه في اللوري. والمشكل الثاني انك الا حطيتي لهذا الطبق هذا عول على واحد ساعتين في المكانه ولا ثلاثه السوايع، الا كثرتي غيخصك تجي تحيدو وخصك تعاود تعاود تصايب واحد اخر جديد بحال هذا الشكل هكا. ابار الميلونج اللي كتكون انت دايرو اللوري اللي كيكونوا فيه جميع انواع الفروي، يعني كيكون فيه كاع الحبوب اللي كيحتاج الببغاء، ولكن هذا بوحدو ما كافيش، يعني بالنسبه للببغاء اللوري كيخصك تحط ليه هذا وتحط ليه يوميا بحال هذا الشكل هكا. هكاك علاش انا قلت لكم الاحسن تجنبوه، حيت الببغاوات الاخرى يمكن لهم بلا ما محتاجينش يوميا شي حاجه بحال هكا، يعني محتاجين هما مره مره، وقت ما كان متوفر لك شي حاجه مخلطه كتجي كتقرض لهم على خاطرك وكدير اللي بغيتي تما وتعطيهم. اما اهم حاجه كتكون هي الميلونج، يعني هذا هو اللي كيكون رئيسي للببغاوات ديما يكون فيهم، تيكون فيه جميع انواع الحبوب كي تشوفوا. وملاحظه راه ماشي هذا النوع كنقول لكم انا، راه كاينين بزاف الانواع وبزاف الشركات فيهم انواع الميلونج مزيانين. الخلاصه انت فاش كتحل الخنشه الا حليتيها ولقيتي هذه الانواع بحال هذا الشكل، كتلقى التمر كتلقى لي فرويسي كتلقى البنان كتلقى كاع هذه الانواع هذه مخلطه مزيانه، كتاخذ هذيك الماركه، يعني ماشي بالضروري اش من نوع. غير بالنسبه الى لقيتي هذا راه زوين، ما لقيتيهش راه كاينين بزاف احسن منه كاع. اخيرا الاخوان باش ما نطولش عليكم الحلقه، هذه هي الطريقه الطبق اللوري اليومي اللي قلت لكم اللي خصك ضروري الى خديتي اللوري عول على انك يوميا تعود دير هكا، وعول على انك ضروري يكون عندك العسل الحر جوج ولا ثلاثه الانواع يكونوا حرين، كل مره كتكب حاجه كل نهار كتكب عسل في شكل تما، ما كداومش ليهم عسل واحد. يعني الا كنتي مستعد لهذه المساله شري ببغاء اللوري، ما كنتيش مستعد لها بلا ما تشريه عادي، الا كنتي مستعد انه راه معفون شريه، الا ما كنتيش مستعد من الاحسن انك تجنبه، كاينين ببغاوات اخرين مزيانين احسن وافضل من هذاك الببغاء. واخيرا اهم حاجه انا اللي وليت شفت الببغاوات كيموتوا عليها، وانا غادي ندير لكم واحد المقطع في الاخر تشوفوهم، اول حاجه غادي يمشيو يسبقوها في هذاك الطبق هي هادي، انتم ردوا معايا البال، يعني ما غنهضر معاهم ما واريك هما ببغاوات. اول ما غنحط لهم هذا الطبق هذا كشتو تبارك الله قداش غادي يمشيو هما ديريكت للتمر، وهذا منين شفتهم انا تيحبوا التمر لواحد الدرجه كبيره، وليت يوميا كنجيب لهم انواع، مره المعسل مره هذا نتاع العراق العادي، مره كل مره كنحط لهم تمر في شكل. المهم ديما فاش كنحط لهم طبق ضروري بعدا كل ببغاء في هذوك الببغاوات كيكونوا عنده جوج تمرات يوميا، هذه كنعطيها لهم، ما عرفتش واش مزيانه ولا ما مزيانش، حيت راه هو زين وفي نفس الوقت فيه السكريات وفيه شحال من حاجه، الا داو ما راه صعيبه عليه، ولكن انا شفتهم
عزيز عليهم بزاف، وليت صافي كيف ما كنحط الببغاء اللوري التمر يوميا، حتى الببغاوات الاخرين كلهم كنعطيهم التمر يوميا غير باش نتجنب مسألة انه يقدر يكون مضر لهم وانا ما عارفش. كان وليت كنعطيهم جوج تمرات للواحد، يعني ماشي كنكب لهم طاسه عامره ولا شي حاجه، يعني كنحط لهم جوج تمرات، هما كيخليو داكشي كله كيمشيو كياكلوا دوك جوج تمرات الاولين، عاد ديك الساعه كيهبطوا لداكشي يشوفوا شنو كاين فيه. يلا نتمنى الحلقه نتاعت اليوم تكون عجبتكم يا اخوان، تسناوني ان شاء الله في حلقات جداد غادي يكونوا مواضيع في المستوى. السلام عليكم ورحمه الله. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go, all I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Arms and hold me with your love, find my rest.